صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم تسعة لسنة 2022 بتعديل المادة واحد من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري جاء فيه المادة الأولى يستبدل بتعريف الإدارة المعنية الوارد في المادة واحد من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري التعريف الآتي الإدارة المعنية الإدارة المختصة بقيد التجار والتأشير للخاضعين لأحكام هذا القانون أو شركة البحرين للمقاصة فيما يخص التأشير لشركات المساهمة العامة والمقفلة